سورة الناس. سورة الناس. يقول الله سبحانه وتعالى فيها: قل، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وكل من يصح توجيه الخطاب إليه. نعم. الله سبحانه وتعالى قال لجيتي سكيب يعني اسمه محمد إكتوبة تيمون أقوي بفت محمد أعوذ ألتجئ واعتصم بالله لا بغيره، لأنه هو الرب الخالق والرازق، رب لكل المخلوقات، وهو الملك ذو ملك كامل لا ناقص. وهو الإله المعبود سبحانه وتعالى، لا نعبد إلا الله. من ماذا نستعيذ بالله سبحانه وتعالى؟ من شر الوسواس، يعني الشيطان، لأنه يوسوس لبني آدم. إما بالشهوات، إما بالشبهات، البدعة والشرك، يوسوس ثم يختفي، يوسوس في صدور الناس. والشياطين ينقسم إلى قسمين: شياطين جن وشياطين إنس. إذا لابد نبتعد عن شياطين الجن شياطين الإنس. متى تقرأ هذه السورة؟ أذكار الصباح، أذكار المساء، أدبار الصلوات الخمس المفروضة، وهي رقية أيضا.